اليوم ببداية الجلسة بلجنة الإدارة والعدل انطرح موضوع التدقيق الجنائي، وأثار البعض أنه ممكن يكون في بالعقد الموقع مع الدولة بنود حول السرية وعدم نشر المعلومات ومواضيع من هالنوع. وبالتالي أولاً بدي أرجع أكرر، وزير المال مطالب بإرسال بأسرع وقت هذا التقرير، وإذا كان عم بيقول إنه هيدا منه نهائي، إعلامنا أيمت بصير نهائي؟ شو الأسباب يلي بتجعله غير نهائي؟ وشو وصفه للغير نهائي؟ يعني غير نهائي هل هو قابل للتعديل بعد؟ أم هو بعد بده يستكمل؟ بده يستكمل بشو؟ بأسئلة؟ بإيضاحات؟ بمعلومات لم تعطى بعد؟ كل هالأمور بحاجة إلى توضيح. أما حول سرية أو غير السرية، كل ذلك ساقط بعد ما أقر القانون 233 بتاريخ سنة 2021، لأنه المادة الخامسة من هذا القانون بتقول حرفيا لا تحول بنود السرية المدرجة في أي من العقود يلي بتعملها الدولة اللبنانية أو تجريها الإدارة دون حق الوصول إليها. وبالتالي إذا كان البعض أو عم يحكي أو عم يتزرع بوجود أي بند بيحكي عن السرية، إجا قانون الوصول إلى المعلومات رقم 233 وأسقط هذه السرية. وبالتالي نحن بانتظار الحصول على كامل المعلومات حول هذا التقرير لبناء على شيء مقتضى. هلا بالنسبة لبقية المواضيع يلي بحثت اليوم، انبحث موضوعين. الموضوع الأول غير هالموضوع، انبحث قصة كيفية التعاطي مع الموجودين السوريين بلبنان لناحية وضع كل الضوابط لمنع تجنيسهم من خلال معاملات غير قانونية. والموضوع الثاني كان الصيدلة السريرية، وهالمواضيع هي موضوع متابعة بالجلسات القادمة. عندك أي إيضاح بتحبي تاخديه لحالك مع الكل لحالك؟ طيب، يعطيكم ألف عافية، شكراً.